نلتقي مع حصة أخرى من تمارين الدرس الأول. دونك في هذه الحصة سنجد تمرينين كيتخدموا بنفس الطريقة. أنا المهم غنذكركم بطريقة الاشتغال على هذا النوع من التمارين، وانتم ما بغيتو تنجزوا التمرينين خصوصا التمرين الأول. التمرين الثاني فيه التونجون، دونك مهم نزه أو لا تشاهدوه لأنكم غترقوا دالات الأرك تونجون في هذا الدرس هذا. ألوغ نبداو مع التمرين الأول، وذكر بعدا باش واحد الدالة تكون كتقبل تمديد ولا اتصال في واحد النقطة اكس زيرو خص شرطين. الشرط الأول أن اكس زيرو لا ينتمي إلى دي دو اف، والشرط الثاني فاش تحسب الليميت لما اكس يقول الاكس زيرو ديال اف دو اكس خصو يعطيك واحد ال ينتمي إلى ار، يعني ما خصوش يعطيك لانفيني. ألوغ بالنسبة للحالة ديالنا في التمرين الأول، عندنا لتكون الدالة اف المعرفة بما اف دو اكس كتساوي لا راسين دو واحد زائد اكس ناقص واحد ناقص ا اكس الكل على اكس وكاري، حيث ا ينتمي ل ار. حدد قيمة البارامتر الحقيقة لكي تقبل اف تمديدا باتصال جي في هذا الصفر هذا. دونك لدينا صفر لا ينتمي الى دي دو اف، اذا الشرط الاول محقق تكتب ذلك. ثم الشرط الثاني يتحقق، يعني خص ليميت لما اكس يؤول للصفر ديال اف دو اكس خصها تعطيك واحد ال ينتمي الى ار، ما تعطيكش لانفيني. الوغ لدينا بعدا هاد اف دو اكس كتساوي لنا واحد زائد اكس ناقص واحد زائد ا اكس الكل على اكس او كاري تساوي. دونك نضرب في مرافق التعبير اللي عندنا في البسط، اذا غيعطيني هذا او كاري موان هذا او كاري، دونك سيعطيني واحد زائد اكس هذا او كاري سانشره مباشره، دونك يعطيني موان زان موان دو في ا اكس موان ا او كاري في اكس او كاري الكل على اكس او كاري مضروبه في مرافق التعبير البسط اللي هو واحد زائد اكس زائد واحد زائد ا اكس. دونك يساوي نختزل بواحد مع موان زان واعمل باكس، اكس عامل لواحد ناقص اثنان ا مو ا او كاري في اكس او كاري الكل على اكس او كاري عامل لا راسين دو واحد زائد اكس زائد واحد زائد ا اكس. ولاحظ ان باش نعوض بالصفر باش ما يعطينيش هذا لانفيني، دونك هذا التعبير خصو يكون كيساوي الصفر. علاش؟ لان لما كانش كيساوي الصفر هاد التعبير غنختزل باكس في البسط المقام غيعطيني وبقى لي واحد التعبير واحد العدد واكس يؤول الصفر دونك يعطيني لانفيني، وحنا عندنا واحد ال ينتمي الى ار دونك خصو يعطيني واحد العدد حقيقي واحد النهايه منتهيه. دونك الوغ باش يكون عندي ليميت لما اكس يؤول الصفر ديال اف دو اكس، اف دو اكس اللي كتساوي لنا هذا التعبير ديال اكس واحد عامل واحد ناقص اثنان ا ناقص ا او كاري في اكس او كاري على اكس او كاري مضروبه في لاراسين ديال واحد زائد اكس زائد واحد زائد ا اكس. دونك هذه باش تعطيني واحد ال ينتمي الى ار، عفوا باش تعطيني واحد ال ينتمي الى ار باش تساوي لنا واحد ال ينتمي الى ار نخصو الشرط هذا يستلزم ان هذا التعبير يكون كيساوي صفر. هذا دونك يستلزم ان واحد ناقص اثنان ا هذا التعبير خصو يكون كيساوي الصفر. اذا هذا يستلزم ان موان اثنان ا كتساوي لنا موان زان، يستلزم ان ا كيساوي لنا واحد على اثنان. الان نحسبوا النهايه ديالنا ونشوفوا شنو غتعطينا. الوغ من اجل ا يساوي ان دومي لدينا ليميت لما اكس يؤول الصفر ديال اف دو اكس كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول الصفر. دونك قلنا لعطينا ل ا واحد على اثنان، دونك هاد التعبير غيعطي صفر في اكس غيعطيك صفر، دونك غيبقى عندك فقط دونك بقى عندك فقط ناقص ا او كاري
يعني ناقص واحد على أربعة، على أربعة في إكس أو كاري على إكس أو كاري عامل لا راسين ديال واحد زائد إكس زائد واحد زائد في هذه الحالة اللي هي واحد على اثنان إكس. دونك نختزل بإكس أو كاري في البسط المقام وأعوض، دونك هذه ستعطيني اثنان. دونك لما أعوض إكس بالصفر، دونك ناقص واحد على أربعة ناقص واحد على أربعة في اثنان، دونك ستساوي ناقص واحد على ثمانية. ومنه من أجل أعطتني واحد العدد L ينتمي إلى R، من أجل A كيساوي واحد على اثنان، فإن F تقبل تمديدا بالاتصال معرف بما يلي: جي دو اكس تساوي لنا اف دو اكس بوغ توت اكس ديفيرون دو زيرو، اي جي دو زيرو تساوي لنا موان ان سور ويت. التمرين الاخر كذلك غتخدموه بنفس الطريقه، غير هنا خصكم تردوا البال مع داله الطونجون. الوغ لذلك لتكن اف دال معرف مالي، اف دو اكس كتساوي اكس وكار ناقص ا اكس زائد واحد مضروبه في الطونجون ديال بي دو اكس على سيس، حيث ان تم حدد دي دو اف مجموعه تعريف اف. دائما فتكون عندك دالة طونجون انت كتبها على شكل سينوس دو اكس على كوس اكس، بس تعرف كيفاش تعملها، تعرف كيفاش تشتقها، تعرف تحسب النهاية ديالها، تعرف كيما هنا مجموعة التعريف نتاعها، لان كوس اكس دونك عندنا في المقام خصو يكون كيخالف الصفر. اي وبالتالي ف اف الدالة اللي كتربط لنا اكس بالطونجون دي اكس معرفة من اجل هذا تذكير اكس يكون كيخالف لنا بي سور دو زائد كابي. انت يمكن لك تجاوب مباشرة على هذا فقط، هي التذكير حيث كا ينتمي الى زد. رغم منه فالدالة اللي كتربط لنا اكس بالطونجون ديال بي سور سيس في اكس دونك معرفة من أجل، لأن هذه حدودية معرفة على R، قلنا نتعامل مع تعبير آخر. من أجل بي سور سيس في إكس خصو يكون كيخالف لنا بي سور دو زائد كابي، حيث كا ينتمي إلى زد. أي هذا يستلزم أن إكس نختزل بي في كلا الأطراف، دونك إكس خصو يكون كيخالف لنا، غيبقى عندي هنايا ثلاثة زائد تاكا، اي اكس خصو يكون كيخالف لنا تعابير دونك يكون كيخالف ثلاثة عامل، تعابير التي تكتب على شكل ثلاثة عامل اثنان كا زائد واحد، حيث كا ينتمي الى زد. ومنه فالدي دو اف كتساوي لنا ار موان الاعداد التي تكتب على شكل ثلاثة في اثنان كا زائد واحد، حيث كا ينتمي الى زد. الوغ غنشوفو الشرط الاول ديال التمديد بالاتصال متحقق. الوغ من اجل باش دونك اكس زيرو كيساوي ثلاثة، يعني ثلاثة مخصها تكون كنتمي دي دو اف. الوغ من اجل كا الى عطيت تلك صفر لدينا، دونك هنا غيبقى عندك ثلاثة في واحد هذا تعطيك صفر، يعني ثلاثة لا تنتمي الى ثلاثة لا تنتمي الى دي دو اف. اذا الشرط الاول محقق، بقي لنا الشرط الثاني. الان خصني نحسب، فاش نحسب الليميت لما اكس يؤول 3 ديال اف دو اكس خصها تعطيني واحد ال ينتمي الى ار، ما تعطينيش لانفيني. ولكن انا كنلاحظ العمود هنا اكس بثلاثة، دونك تعطيني طونجون ديال بي سور دو، طونجون ديال بي سور دو دونك يعطيني لانفيني، لان سينوس ديال بي سور دو هو واحد على الصفر لانفيني، دونك هذه لانفيني، هادي ما يمكنش تساوي لانفيني الا عوضتي بثلاثة، لان ثلاثة او كاري دونك هاد التعبير غيعطيك واحد العدد. ومنه الا عطاك عدد في لانفيني راه هادي النهاية هي لانفيني، الشيء الذي لا نريده، حنا ما بغيناش هاديك، هاديك ما تكونش كتقبل تمديد بالاتصال. دونك خص ليميت ديال هاد التعبير هذا، دونك شنو بقى عندك؟ بقى عندك خصو يكون كيساوي الصفر، لان ما يمكنش يساوي لانفيني.
ولا عطانا ال تاع عدد اخر من غير صفر غيعطيني هذاك ال عدد في لانفيني كيبقى لانفيني، دونك خصنا يعطينا الصفر باش يمكننا نتعامل معاه. اي دونك ومن هو اولا بعدا هادشي خصو يكون كيستلزم لنا ما يلي: ليميت لما اكس يؤول الصفر ديال اكس او كاري ناقص اي اكس زائد واحد خصها تكون كتساوي الصفر، اي ان هذا كيستلم لنا ان لا عاودت اكس ب3 دونك غتعطيني 9 ناقص 3 ا زائد واحد كتساوي صفر. انا بغيت نوجد القيمه ديال ا، هذا كيستلم لنا موان 3 ا كتساوي لنا موان 10، اذا هذا كيستلزم لنا ا كتساوي لنا 10 على 3. الوغ من اجل ا كتساوي لنا 10 على 3 لدينا التعبير ديال اف دو اكس يصبح على الشكل الاتي. دونك انا مباشره غنكتب ليميت لما اكس يؤول 3 ديال اف دو اكس كيساوي لنا ليميت لما اكس يؤول 3 ديال دونك اكس مادام فاش كنعطي ا 10 على 3 هاد التعبير كاين عادم، دونك كاين عادم فاش نعوض بثلاثة بطبيعة الحال. دونك اكس 3 فهي جذر ديال هاد البولينوم هذا، او لا بغينا نمشي خطوة خطوة دونك غيكون عندك اكس كاري ناقص 10 على 3 دونك حنا ما كلاش نزربو زائد في اكس زائد واحد في طونجون ديال بي سور 6 في اكس دونك كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول 3. دونك قلنا هادي فاش تعوض بثلاثة راه تعطيك صفر، ومنه فثلاثة جذر ديال هاد الحدودية الدرجة الثانية يعني اكس ناقص ثلاثة. الآن يسهل علينا أن نجد الجذر الثاني، يعني لا برودوي ديال هاد ثلاثة في الجذر الثاني غيعطيك هاد بي هاد واحد، يعني هنا غيكون عندك واحد على ثلاثة. دونك في الطونجون ديال بي سور 6 في اكس، ولكن هنا حنا كنعرفو النهاية الاعتيادية ديال الطونجون ليميت لما تي او صفر ديال الطونجون دو تي على تي كتعطينا واحد، ولكن هاد التعبير مغاديش للصفر غادي لانفيني. دونك خصنا شنو خصنا بصح الا كان عندنا واحد على هاد الطونجون ديال شي تعبير غادي لانفيني غيعطيني داك التعبير، دونك واحد التعبير غيولي كيقول الصفر. اذا شنو غنستعمل هنا؟ غنستعمل هاد الصيغة المثلثية الاتية: الطونجون دو تي كيساوي لنا واحد على طونجون دو بي سور دو موان تي. كيفاش عرفنا هادي؟ دائما كما ذكرت سابقا طونجون كتبو على شكل سينوس دو اكس على كوس اكس، دونك سينوس دو اكس راه كيساوي لنا كوس ديال بي سور دو موان اكس، والكوس بدورو كيساوي لنا سينوس ديال بي سور دو موان اكس، وهادي هي هذا هو المقلوب ديال الطونجون، هذا هي واحد على طونجون ديال بي سور دو موان اكس مقلوب، لان الكوس الفوق والسينوس لتحت. دونك هذه دائما باش تبقى تعقل على الصيغ المثلثيه، الاشتقاق ديال الطونجون، التكامل في الطونجون وما الى ذلك، تساوي ليميت لما اكس يؤول 3 ديال اكس موان 3 عامل اكس ناقص 1 على 3 مضروبه في 1 على الطونجون، قلنا ستصبح هذه ب سور 2 موان ب سور 6 في اكس. الان عوض ب 3 هنا اكس ستجد ب سور 2 موان ب سور 2 غتختار ب 3 في البسط المقام تبقى، دونك هذا التعبير يؤول الى الصفر دونك يمكننا نتعامل معاه. ومن هو هذه كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول 3 ديال اكس ناقص 3 دونك في اكس ناقص 1 على 3 عامل واحد على الطونجون. هنا بغيت يكون عندي اما اكس ناقص 3 او 3 ناقص اكس، دونك اعمل بي سور 6 لا عملتي ما تعملش بي سور 2، لا عملتي بي سور 2 ما غتحصلش على شي تعبير من التعبير اللي عندك في هنايا. دونك الطونجون ديال بي سور 6 عامل لي دونك غتكون هنايا 3 ناقص اكس، دونك هادي كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول 3 ديال اكس ناقص 1 على 3 هاد
واحد على الطونجون ديال بي سور 6 في 3 ناقص اكس. دونك هذه غنزل بها لتحت غتولي 3 على اكس، نضربها في موانجة باش تعطيني 3 على اكس. دونك 3 ناقص اكس، اكس ناقص 3 ضربتها في موانجة، دونك نضرب في البسط في المقام. دونك هاد النهاية هادي راه هي نهاية اعتيادية، لأن التعبير كيقول الصفر. هادي كت دونك هادي كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول 3 ديال طونجون ديال بي سور 6 عامل 3 ناقص اكس على 3 ناقص اكس، كيساوي لنا ليميت لما تي يؤول صفر. وضعت تي كيساوي اكس 3 ناقص اكس، دونك ديال بي سور طونجون ديال بي سور 6 عامل دونك ديال تي على تي. وضعنا تي هو 3 ناقص اكس، دونك الا كان اكس كيقول 3 فتي كيقول صفر. هذه كتساوي لنا بي سور 6، هذه كتساوي لنا بي سور 6. دونك وبالتالي هذه النهايه كما شرحت دونك تساوي، وعود بثلاثة الآن وعود بثلاثة تعطيني 3 ناقص 1 على 3 عامل مضروبة في ناقص 1 على بي سور 6. دونك 3 ناقص 1 على 3 تساوي 8 على 3 مضروب في الموا مضروبة في دونك 6 سور بي. دونك تساوي لنا اختزل بثلاثة في البسط المقام، دونك تساوي لنا موان 6 سور بي. إذن لقينا الليميت فيني ينتمي إلى R. ومنه ألوغ من أجل A كيساوي لنا 10 على 3 فإن F تقبل تمديدا بالاتصال في النقطة 3 معرف كما يلي. نتأكد بعدا واش A كيساوي 10 على 3. نعم 10 على 3. جي دو اكس كيساوي لنا اف دو اكس، التعبير هذا لكل اكس يخالف 3، و جي دو 3 يساوي لنا موان 16 سور بي. اذا شكرا لكم على المتابعه، نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم. دائما فاش ننزلوا شي نوع من التمارين حاولوا تقلبوا على شي تمارين من هذاك النوع باش ترسخ لكم الفكره اللي ناقشناها في التمارين. وشكرا لكم على المتابعه.